إليها وإلى زيارتهم وإلى برهم. أنت إذ تمنع زوجتك عن صلتها ووصلها لرحمها وبرها لوالديها، إنما تضع بينك وبين رحمة الله تعالى حاجزا، وتضع بينك وبين رحمة الله سبحانه وتعالى حجابا تحرم نفسك فيه من فضل عظيم. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بيّن بأنه أمهات النساء هم مثل الأمهات تماما، أمهات النساء مثل الأمهات، وأمهات نسائكم، جعلها معطوفات على الأمهات وعلى الأخوات وعلى البنات في التحريم. وبالتالي هذه أم المرأة هذه مثل أمك تماما، أنت عندما تصلها وتبرها وتسمح لزوجتك أن تذهب إلى والدتها أنت كأنك بررت أمك وكأنك بررت أباك. فلا يصح مثل هذا السلوك، لا يقبل مثل هذا الخلق، لا يقبل أن تكون هذه التصرفات اللي فيها ندية وفيها خصومة وفيها قطيعة رحم. أنا أوصي الجميع اليوم وإحنا في هذا الشهر، شهر رجب، شهر الله الحرام، أوصي الجميع بأن يصلحوا ما بينهم وبين أرحامهم من قطيعة. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الأعمال ترفع إلى الله تعالى في كل يوم اثنين وفي كل يوم خميس، فيغفر الله تعالى لكل من لا يشرك به شيئا إلا رجلا بينه وبين أخيه شحنة. يقول الله تعالى أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا، يعني شخص بينه وبين أخوه، بينه وبين قريبه، بينه وبين صديقه، بينه وبين زميله، بينه وبين نسيبه، بينه وبين صهره، هنا لا يغفر له. لماذا يقال أنظروا هذين؟ يعني أمهلوهم حتى يصطلحا. إذن هذه فرصة إلنا وإحنا إن شاء الله مقبلين على شهر رمضان أن نتهيأ لاستقبال أنوار رمضان وقد أصلحنا ما بيننا وبين الناس. وأنا بتكلم عن استوصوا بالنساء خيرا، أرشدنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أنه من الوصية بالخير بالنساء بأن يكون بين الزوجين برنامج مشترك من أعمال الطاعات، بحيث ما يكون اشتراكهم فقط في الطعام وفي الشراب وفي المتع، وإنما يشتركان أيضا في عمل يومي من الطاعات، من العبادات، من الأذكار، من قراءة القرآن. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله رجلا قام من الليل، هو قام قال فصلى وأيقظ امرأته فإن أبى نضح في وجهها الماء، يعني رش في وجهها الماء، وهنا نضح يعني رش في وجهها الماء يعني نوع من الملاطفة والممازحة. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وكما قلت نضح الماء مش المقصود به التعنيف، وإنما نوع من الملاطفة والممازحة بين الزوجين حتى يعين كل واحد منهما صاحبه للقيام بهذه العبادة العظيمة. وفي حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصلّى ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا سلام، كم ستكون الأسرة قوية ومتماسكة سعيدة عندما تبدأ نهارها ويومها بأن يدعو كل واحد بالخير الآخر، وعندما تجعل جزء وقيام الليل وأن يعين كل واحد صاحبه على فعل الطاعات وعمل الصالحات. هذا البرنامج العبادي المشترك يمكن يكون قيام الليل مثل ما وجهنا الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يكون بقراءة أجزاء من القرآن الكريم فيما بينهم يشتركوا في مع بعض في قراءة أجزاء القرآن الكريم، قد يكون بالأدعية الأذكار التي يداوم عليها الزوجان. نحن بحاجة اليوم إلى هذه التربية الدعوية والإيمانية بين الزوجين حتى تحفظ الأسر وتدوم المودة وتبقى بيوتنا عامرة بذكر الله ومنيرة ومضيئة بمحبة الله ورسوله. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا ليست محصورة بالزوجات فقط، وإنما تشمل الأخوات والبنات والعمات والخالات وكل نساء المجتمع، مثل ما ذكر قبل الأخ الكريم أبو محمد، كل من بيننا وبينه
صلة وعلاقة إحنا مأمورين بأن نحسن إليه من نساء المجتمع. رسل أرسلت إلي إحدى الأخوات رسالة تذكر فيها الحقيقة بعض صور الإساءة والظلم اللي تتعرض فيها العديد من النساء في مجتمعنا، وللأسف عندما يصر بعض الآباء أن يؤثر أبناء الذكور بالميراث فيسجل كامل تركته لأبنائه قبل وفاته، بينما يحرم بناته من حقوقهن التي فرضها الله تعالى في كتابه الكريم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهو يجعل كامل الميراث للأبناء دون البنات. وذكرت لي بعض الأخوات أن هاي العادة الفاسدة المخالفة لأخلاقنا الإسلامية ولقيمنا الإسلامية، أقول ذكرت لي بعض الأخوات أن هذه العادة تحدث أحيانا بعد وفاة الآباء، فالأبناء بيجوا برغموا البنات على التنازل عن نصيبهن عن الميراث لصالح الأبناء. إن مثل هذه الممارسات الفاسدة هي من أكل أموال البنات بالباطل، هي من الأكل المال بالباطل، وحذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك عندما قال لوالد النعمان ابن بشير لما جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ليشهد على إعطاء بعض المال للنعمان ابن بشير، قال له اذهب فإني لا أشهد على ظلم، اذهب فإني لا أشهد على جور. أيها الآباء، أيها الإخوة، عندما تحجزون نصيب أخواتكم وبناتكم من ميراثهن إنما تحجزون بذلك مقعدا لكم في نار جهنم. نسأل الله تعالى العياذ ونعوذ بالله تعالى من هذا الأمر، لأن هذا ظلم فادح. أكرم ابنتك وأكرم أختك لتعيش حياة طيبة وكريمة وتنفع دائما بكل الخير. نسأل الله تعالى أن يكتب السكينة لأسرنا والراحة لبناتنا وأخواتنا وعماتنا وخالاتنا وأمهاتنا وكل من كان يحبنا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وألقاكم بإذن الله في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي، يوم ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن. يا رباه، حكينا عن الحيوية اللي كانت موجودة. طبعا هاي المنطقة كانت يعني منطقة قريبة من كل الخدمات على تطور عمان وحداثة عمان. وإذا أجيت بعد سنة على هذا المكان ونظرت ستجد برضو إشي أجمل من ذلك. تطور أكثر. هذا حنا تجمعنا بعد غياب وفراق. الله يحفظك. وإني ألمح بنية غايرة افترتها، تقول إنها طير وما شفت مثلها فارس. لا لا شكسا أريدة قبيلة كبيرة. هل محيرني وش اللي يخلي منور شيخ الديرة يكتم ملوح راعي لبن؟ أنا عكاش ولد الشيخ حامد الشيخ منور. أشهد يا مشاق الفجر على هذه الدنيا العجيبة.